Et puis il y a des questions insolites de Facebook. Il me t'a dit t'haïd le bac, monsieur le ministre, حيت راه معقدلينا الشعب كله. كاين possible, c'est pas. Il a هذا السؤال حقيقة تكون مزيان لأن غادي نشوفوا واحد العملية اللي هي بحال اللي قلنا معقدة وعندها واحد التكلفة كبيرة وداك الشيء ما غاديش يبقاش ولكن المشكل يمكن يمكن. ولكن هذا كيبغي يقول بان الامتحان غادي يجي من بعد غيكون شي امتحان اخر ما تجوش الامتحان الاخر اللي بغى يدخل الكليه خصو ولا نتي كليه خصو يدوز امتحان وحنا ماشيين لكن ما كان الحال ولكن كيتبين بان حنا الان عملنا هذا النظام هذا بطبيعه الحال هو ملزوم باش نبقاو ماشيين في هذا الاتجاه ولكن غادي نمشيو في اتجاه باش نحسنوا الظروف والمستوى باش التلاميذ يكونوا مرتاحين وتدريجيا يمكن عدد الناس والنسبه ديال هذوك اللي كينجحوا تكثر ولكن على نقولوا مترابطه بالمستوى وبالحق اللي عندهم ديال النجاح لان كيقراو مزيان ونجاح الجميع ان شاء الله بالقانون بالتدوز الامتحان ديال بصح راه قال لك واحد الاقتراح نوفا قال لك علاش قالك حيدوا اللغه الفرنسيه من المقررات وبدلا اما بالانجليزيه ولا بالشينويه واحد الفرنسي قالك مابقاش هو كلا ديماس هذا شعار اللي بعض الناس كيطلبوا به يعني انا كنطلب منه غير الا كان يفكر شويه وغادي يلقى بان السنه ماشي هذه السنه الماضيه اللي قبلها البري نوبل دو فيزيك فرنسي لا ميداي فيلدز ديال الماتيماتيك اللي هي ليكيفالون ديال نوبل فرنسي الان كنلقاو بان في البحوث اللي هي عندهم مستوى عالية في واحد المدين فحال نقولوا جميع اللي هو نووي الفرنسيون في التوب اوكي فهاديك هذا شعار وحنا ما خصناش نمشيو في الاتجاه خصنا الاتجاه ديالنا واقع ولادنا خصهم يعرفوا اللغات الاجنبيه لان المستقبل ديالهم مرتبط بها هذا الفرنسي فرنسي والانجليزي الانجليزي الاسبانيول خصهم يتعاطوا اللغات وينجحوا فيها هذا هو اللي مهم ماشي هذه احسن من هذه ولا هذه احسن من هذه على حسب راه حمزه قال لك اعطينا مسيو مينيستر شي اسئله ديال الباك هذا الصباح تعاون معنا تعاون معنا مسيو مينيستر نقول لحمزه بان انا بنفسي ما عارفهمش عندك انت اللي ما عارفهمش وما بغيتش نعرفهم وبطبيعه والو كاع والو تمام ما عرفتش فين غطيح ولا فين غتجي تماما ما عرفتش حتى فين جاو كاع صافي كاع دونك لو سيستيم ابليكي سي لو سيستيم ديال لا شومبر سكريت ديال لي اكاديمي اللي محطوطين فيهم الامتحانات بون كوراج بون شونس للناس ديال الباك الوغ على قبل التسريبات بريسيزيون سي كو التسريبات هي معناتها الامتحانات اللي كيخرجوا قبل من تحت الامتحان ولكن اون فوا كي تحت الامتحان باقي يقدروا يخرجوا اما كيف ما قلتي العام اللي فات اللي نقز من الشرجم ولا اللي لاح الورقه لاحه وديك الساعه انتم ما عندكم ما ديروا اون فوا سويتي اون بون شونس ا تو لي باشوليير غدا بور ليكزامان اون فوا سويتي ان بون شونس اوسي لكاع الاساتذه اللي غيخدموا على الامتحان ديال الباك وكاع اللي عندهم الامتحانات هاد الايامات هادي الله يعاونكم نتمنوا على الله الامور تدوز بخير وعلى خير والقضيه ديال الحبس راه غير للناس العصابه يعني الناس اللي كيخرجوا على الاطار ديال وزاره التربيه الوطنيه اللي خاصهم وزاره العدل على حسب الناس اللي كيضربوا في القسم ولا الواحد اللي كيجي عنده الاستاذ كيقول له حبس بركه راك حصلتك وكيبغي يضرب معاه ولا هذيك الساعه كتخرج في اطار التربيه الوطنيه كتدخل في اطار ديال العدل وحوايج اخرين تمنى على كل شيء يدوز بخير وعلى خير وكل شيء يكون وهذاك وكل شيء حيت مهم الباك القرايه مهمه من نجاح الباك الواحد ينفع راسه ويتنفع باش هاد البلاد تزيد قدام ياك مسيو مينيستر شكرا شكرا لك نتمنى للجميع النجاح وكنهني كذلك وكننوه بالاساتذه اللي هما مجندين الاطر وهكذا اللي هما تقريبا 100000 اللي هما كيسامحين في عائلتهم وهكذا في هذه المده هذه وهذا خصنا نفكروا فيهم كذلك اللي هما كيستحقوا كل الشكر شكرا لكم شكرا لك مسيو مينيستر شكرا لوزاره التربيه الوطنيه الصباح اختي 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 خويا تابونا في لاشين يوتيوب شكرا وبارطاجي الفيديو الى بغيتي شكرا تابونا شكرا لكم شكرا